السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه الحلقة التي سوف أتحدث فيها عن آخر مستجدات القرعة الأمريكية لسنة 2020. هناك العديد من التساؤلات التي تريدني، والله العظيم العديد من التساؤلات تريدني على الإنستغرام وعلى يعني بريد الإلكتروني بخصوص جديد القرعة الأمريكية لسنة 2020. كما تعلمون في خلال شهر رمضان الماضي وضعت العديد من الفيديوهات، وضعت العديد من الأخبار التي يعني توصلت إليها من خلال يعني إما مكالماتي أو من خلال يعني الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بخصوص هل هناك تحديث، هل هناك أخبار تم وضعها. آخر ما وضعته لكم وهو أنه هناك احتمال أن يتم يعني فتح القنصليات يوم 4 من يونيو من أجل العودة إلى معالجة القضايا ومعالجة التأشيرات المتراكمة منذ أن تم توقيفها في شهر مارس أو حتى قبل شهر مارس. هناك العديد من هم حاصلون على التأشيرة، هناك أسئلة تتعلق بأولئك الذين يعني اقتربت المقابلة وتم إلغاء المقابلة أو تأجيلها إلى أجل مسمى، هناك أخوان آخرون ينتظرون رسالة من القنصلية تخبرهم بيوم المقابلة لأن رقمهم مثلا 40,000 أو 45,000 أو 50,000 أو شيئا من هذا القبيل. فهناك العديد من الأسئلة. يوم الجمعة الماضي تواصلت مع مكتب الهجرة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في كنتاكي من أجل معرفة هل هناك جديد، هل هناك شيء يمكن يعني أن نعلمه بخصوص فتح القنصليات يعني خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف أقول لكم بالضبط ماذا وقع في المكالمة. أولا سألت على مكاتب الهجرة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أخبروني خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يقدمون على لم الشامل أو على الجنسية أو على اللجوء أو غيرها من الأمور هنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فأخبروني بأنه ليس جميع مكاتب يعني اليو اس اي اس مفتوحة أو سوف تفتح يوم 4 من يونيو. أوكي، فالأمر يختلف من ولاية إلى ولاية، من مدينة إلى مدينة. كما تعلمون هناك مشاكل المرض، هناك الاحتجاجات التي خلقها يعني مقتل ذلك الشخص في ولاية مينيسوتا، فهذا الأمر كله يعني أثر على فتح يعني المكاتب في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة كما قلت أن هناك خصاص مالي تعاني منه هذه المكاتب، وأخبرتكم أن هذه المكاتب اقترحت على الكونغرس أنها إذا أرادت الاستمرار أنها تحتاج إلى دعم فيدرالي يعني مال من الحكومة الأمريكية، وأنها تقرر الرفع من يعني أسعار أو مصاريف التأشيرات لغطي أو لتغطية حاجيتها المادية. فهذه الأمور كلها يعني تؤثر إخواني أخواتي. أنا لست هنا للدفاع على الحكومة الأمريكية أو للدفاع على مكاتب الهجرة، أنا هنا فقط لتوصيل المعلومة، لأنه هناك أناس يخبرونني بأنني أركز مثلا على القرعة وأركز على ستيمولس تشيك على الإعانات الأمريكية ولا أركز على هؤلاء. أنا لست هنا للتخلي على أي شخص. أوكي، فيوم السبت كان الإعلان عن نتائج القرعة الأمريكية، وضعت فيديو يوم قبل ذلك لكي أخبر الناس بطريقة يعني الدخول على الموقع ومعرفة النتائج. أوكي، هناك أناس هنا في أمريكا، كلنا نعيش الآن في أمريكا نعاني من بعض الخصائص المادي بخصوص هذا الأمر، لأننا بدون عمل، هناك بطالة مرتفعة، هناك ظروف يعني اقتصادية سيئة. فالناس هنا في أمريكا يحتاجون لمعلومات بخصوص يعني شيكات الدعم، فهم كذلك حاول ما أمكن أن أضع لهم آخر المستجدات. الآن هناك الأسئلة الخاصة بفتح القرعة، فتح القنصليات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. دائما أطلب منكم يعني التواصل مع القنصليات والسؤال على يعني الاستمارة، هل هناك موعد لمقابلة مقبل، هل هناك يعني جديد بخصوص هذا الأمر. هناك بعض الإخوان الذين تواصلوا مع القنصلية وتوصلوا برسالة سوف نخبركم وسوف وسوف وسوف، هناك أناس تواصلوا مع مكاتب الهجرة من أجل التأكد أن دوائر الهجرة هنا في أمريكا توصلوا بوثائقهم واستمارة الـ 62 التي ربما سوف يكون لهم آمال
يعني شيئا ما حينما يتم فتح القنصليات، لكن إخواني أخواتي بالنسبة لفتح القنصليات هذا هو الإجابة. أخبرتني السيدة بأن أنه علي متابعة موقع USCIS، وأعطتني رابط سوف أضعه لكم أسفل هذا الفيديو يمكنكم الدخول عليه. حينما دخلت على هذا الرابط كنت أعتقد أنه سوف أجد يعني جميع القنصليات في جميع أنحاء العالم، لأنه الخانة مكتوب عليها International Office يعني مكاتب دولية، بمعنى أنني سوف أضغط على هذا الرابط عفوا وسوف يأخذني إلى جميع القنصليات حسب النطاقات يعني القارة، يعني إفريقيا، آسيا، أوروبا، ساوث أمريكا وهكذا. فلما دخلت سوف تجدون الرابط، أعطاني تقريبا 5 دول مثلا في إفريقيا، هذه الدول كلها closed، لم يعطيني المغرب، لم يعطيني الجزائر، لم يعطيني مصر، لم يعطيني العديد من الدول. ذهبت على آسيا، ليس هناك يعني دول باستثناء مثلا الصين أو غيرها. أنا أريد مثلا في آسيا أريد العراق، أريد السعودية، أريد اليمن، أريد كذا. هنا في إفريقيا أريد كذلك دول شمال إفريقيا أو بعض الدول يعني جنوب الصحراء وشيئا من هذا القبيل في أوروبا كذلك. سوف تلاحظون الموقع الذي أعطتني هذه السيدة، ليس هناك معلومات، ليس هناك معلومات. فتواصلت على التويتر مع يعني يو اس اي اس، أخبروني بأنه بهذه الكلمة يو هاف تو ستيك تو، يعني عليك المتابعة آخر الأخبار على مواقع القنصليات. يعني مثلا أنا كمغربي أتابع قنصلية الدار البيضاء، موقع مصري قنصلية القاهرة، أردني قنصلية عمان وهكذا. فعليكم إخواني متابعة أخبار يعني هل هناك مخطط لفتح القنصلية على الموقع الخاص بدولكم. كما تعلمون هناك ربما قنصليتين مفتوحتين، قنصلية دبي، قنصلية الأمريكية في دبي، وأعتقد القنصلية الأمريكية في تل أبيب، أوكي، أو قنصلية في بيلاروسيا أو شيئا من هذا القبيل. لكن أغلب الدول التي تهمنا لحد الآن القنصليات مغلقة. لا أعلم، لا أعلم هل هذا عنده علاقة مع الحظر الصحي التي تفرضه بعض الدول. سمعت بأنه ربما في المغرب تم تمديد الحظر الصحي، هل هذا الخبر صح أم لا؟ الله أعلم. فهذه الأمور بالطبع تؤثر كذلك. تذكروا أن هناك حظر صحي، تذكروا أن هناك قرار تنفيذي لمنع المهاجرين، لكن أقولها مرارا وتكرارا عليكم التأكد من خلال الموقع الخاص بالقنصليات. الآن هذه جاءتني رسالة الآن من أخ من السودان، سوف أخبركم ماذا كان جواب القنصلية الأمريكية في السودان. فباختصار القنصلية الأمريكية في السودان أخبرت هذا الشخص بأنه ليس هناك تاريخ محدد نعلمه، يعني هذو المسؤولين في القنصلية الأمريكية في السودان، ليس هناك تاريخ محدد يمكننا أن نخبرك بأنه سوف يكون هناك فتح للقنصلية الأمريكية في السودان. إذا كان هناك، لاحظوا هذا الكلام، أنا أقول هذا شخص سوداني وأشكر هذا الأخ لأنه أرسل لي هذه المعلومات. إذا كان هناك فتح للقنصليات في السودان، فلكي نعطيك تأشيرة جديدة ربما سوف نحتاج منك، وسوف تظهر لكم صورة هذه الرسالة، سوف نحتاج منك إرسال فحص طبي جديد، فحص طبي جديد إمكانية، لا أقول أنه مفروض، أقول أن هناك إمكانية أن نطلب منك submission of a new medical report، أوكي، submission، أوكي، للصور، صور تعريف، ربما سوف نطلب منك صور تعريفية جديدة، update يعني أو تحديث للـ DS260، استمر DS260 if needed، إذا كنا نحتاج إلى هذا الأمر. Okay, reappearing for interview، يعني ربما سوف نطلب منك إعادة القدوم إلى القنصلية للمقابلة. هذا أقول رسالة الآن توصلت بها، لاحظوا today، لا أعلم هل تظهر لكم أو لا، اليوم الآن هذه الساعة، الساعة الثانية تقريبا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأخ أرسل لي هذا الأمر، أوكي، فربما يطلب منك القدوم من لأجل المقابلة.
سوف ربما تكون هناك سبميشن اوف ان نيو بوليس سيرتيفيكيت، ربما سوف نطلب منك حسن سيرة او فيش وتشبيه او شيء من هذا القبيل جديد. اوكي، payment of the visa issuance fees، ربما سوف نطلب منك دفع يعني اتعاب او مصاريف الفيزا. اوكي، واذا احتجنا الى اي وثيقه سوف نطلبها من كل هذه الامور التي تحدثت فيها سوف تظهر لكم الان على الشاشه. فكما قلت لكم من خلال هذه الرساله التي توصل بهذا الاخ السوداني، ففي الرساله السيده او الشخص الذي اجاب يؤكد انهم ليس لديهم معرفه متى سوف تفتح القنصليه مثلا في السودان، فما بالك بالمغرب، الجزائر، العراق، مصر وغيرها من الدول. اتفهم اخواني اخواتي، واقسم بالله العلي العظيم، اتفهم يعني الملل، اتفهم القلق الذي يمر به العديد من الشبان والشابات يعني خارج الولايات المتحده الامريكيه. اتفهم ان هناك ناس عالقون خارج الولايات المتحده الامريكيه يريدون العوده الى بلدانهم. هناك العديد من الناس الذين تواصلون معي من المغرب وهم عالقون ويريدون العوده لانه تاشيرتهم يعني ربما مهدده لانهم صار لهم 6 اشهر او 7 اشهر خارج الولايات المتحده الامريكيه. يسالون هل هناك امكانيه العوده الى البلدان. اخبرت بعض الاخوان بين قوسين في المغرب أن هناك رحلات مكوكية لجلب الرعايا الأمريكان، يعني مغاربة حاملين للجنسية الأمريكية أو ناس حاملين للجرين كارد. هذا الأمر ليس في المغرب، حتى في بعض في الدول الأخرى كمصر أو غيرها من الأمور، لكن هناك رحلات يعني يتم يعني جدولتها مثلا يوم 12 من يونيو او 19 من يونيو او شيء من هذا القبيل. هناك اناس راسلتهم بهذا الامر وجدوا ان التذكره غاليه ومكلفه، وان هناك رحله من مثلا الدار البيضاء الى مطار في ايرلندا الشماليه، ومن ايرلندا سوف تهبط الطائره في واشنطن العاصمه. بعد وصول الطائرة لواشنطن، أنتم من تتحملون مصاريف؟ هل أنت قاطن في مينيسوتا؟ هل أنت قاطن في فلوريدا؟ هل أنت قاطن في ميزوري؟ هل أنت قاطن في كونيكتيكوت، كاليفورنيا؟ يعني أن الطائرة التي سوف تقلك أو تأخذك داخليا من مطار واشنطن إلى فلوريدا أو أي ولاية، أنت من ستدفع مصاريفها. والتكلفة لهذه الطائرة التي سوف تجلبك من خارج أمريكا إلى أمريكا مكلفة. أوكي، بالإضافة قلت أن الطيران الدولي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية متوقف إخواني أخواتي. الأمريكان إيرلاينز، الأمريكان إيرلاينز أو الطائرة يعني شركة الطيران الأمريكية المعروفة الأمريكان إيرلاينز، قالت بأنها سوف تستأنف رحلتها الدولية ربما في سبتمبر. الشركات التي سوف تستأنف رحلتها قريبا هي يونايتد إيرلاينز، ويعني اعتقد دلتا ايرلاينز، لكن مع استثناءات، ربما سوف يعني تستثني بعض الدول التي فيها ارتفاع كبير للمرض. في هذه الامور كلها الان اضعها الان امامكم لكي تفهموا هذا الوضع، لانه الاسئله تردني من الناس الحاملين التاشيره وهم يعني متخوفون. واؤكد لكم اخواني اخواتي، من هو حاصل على التأشيرة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، سوف يتواصل معكم يعني القنصلية من أجل تمديد أو التجديد. المشكل الآن ليس في الحاصل على التأشيرة، المشكل في الإنسان الذي ينتظر المقابلة. أوكي، لأنه إذا كنت حصل سوف يتم تمديدك، أما إذا كنت تنتظر المقابلة هذا هو المشكل. هذا هما الناس أو الفئة التي لديها القلق الكبير، لأنهم لا يعلمون متى سوف تفتح القنصلية، وإذا فتحت القنصلية هل 3 أشهر كافية لكي يتم يعني جلب هؤلاء الناس ومنح يعني مناداة على الفائزين في القرعة الأمريكية. أقولها بصراحة ولأول مرة أنه الآن مع ما تبقى في السنة المالية وهو 3 أشهر، يعني بدون احتساب يونيو، لأنه كما تعلمون هناك قرار تنفيذي منع المهاجرين الى غايه 23 من يونيو. لنقول انه ان شاء الله واتمنى من الله لا يتم تمديد هذا القرار. نقول ان شهر يونيو هو اخر شهر في منع المهاجرين من دخول الولايات المتحده الامريكيه، بمعنى انه تبقى 3 اشهر، جولاي
اوغست اند سبتمبر، 3 اشهر. هالثلاث اشهر كم عدد الناس الذين سوف يتم المنادة عليهم؟ تذكروا انني وضعت فيديو تحدثت عن اجراءات السلامه، وانه يجب التقليل من المقابلات، ويجب التقليل من عدد الناس الذين يدخلون قاعه الانتظار في القنصليه. هذه الامور كلها تخلق مشكل، تخلق قلق للعديد من الناس. اتفهم قلقكم، اتفهم يعني الامر الذي تمرون به، لكن اخواني انا اضع لكم معلومه، اذا كان هناك جديد، اذا فتحت القنصليه الان الان في هذه الساعه الساعة الرابعة تقريبا هنا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، سوف أضع لكم فيديو أقول لكم لاحظوا القنصليات فتحت. لكن إخواني أخواتي أعتذر، لا يمكن أن أضع شيء لست متأكد منه، لا يمكن أن أخبركم بأمور غير يعني صحيحة، لأنه لا أريد أي إنسان أن أعطيه أمل وبعد مدة سوف يستنتج بأن ذلك الأمل يعني قريب للضياع. فإخواني أي جديد أقسم بالله العلي العظيم، أي جديد سوف أبقى معكم وأقوم بتحديثكم إذا كان هناك أمر. لكن هذه الساعة التي أتحدث معكم اليوم الاثنين الساعة الرابعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، فالقنصليات مغلقة، كل الأمور سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو. هذا كل ما في الأمر. شكرا لكم على تفهمكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.